موضوعنا اليوم هو الإكوفيلنت ماس. معنى الإكوفيلنت ماس أنه الكتلة المكافئة، ومنقول شيء مكافئ يعني لا ليس له حقيقة واقعية، بل هي قضية تصورية، تتصور أن هناك كتلة موضوعة في كذا أو في محل كذا لها قيمة كذا. وهذه الكتلة المكافئة المفروض تؤدي نفس الوظيفة للكتل المختلفة اللي تكون هاي الكتلة المكافئة. في بعض الأحيان تكون عندك مجموعة من الكتل، هاي المجموعة من الكتل قد تكون متساوية قد تكون غير متساوية، في بعض الأحيان تكون حركتها متشابهة، في أحيان أخرى تكون حركتها غير متشابهة، قد تكون متساوية قد تكون غير متساوية. هذه بالإمكان مكافأتها بكتلة واحدة، هذه الكتلة تسمى الكتلة المكافئة، التي تكافئ لا تساوي بل تكافئ الكتل البقية. يعني قيمة الكتلة المكافئة لا تساوي مجموع الكتل المؤلفة لهذه الكتلة المكافئة إلا في حالة تطابق الموقع للكتل وتطابق نوع الحركة. فمثلا إذا شوف هاي الكتل الثلاثة أم واحد أم اثنين أم ثلاثة مركبة أو مثبتة على عنصر، هذا العنصر يفترض أن يكون ريجيد، وإذا ما كان هذا الافتراض موجود أي أنه العنصر هذا مرن، فالعلاقة اللي راح نشتغل عليها تكون غير صحيحة، تحتاج إلى علاقات أخرى بسبب وجود حركة نسبية ما بين النقاط المختلفة للينك هذا. وبالتالي هذا الافتراض اللي هو ريجيد بار أو ريجيد لينك يفترض أن يثبت في بداية الكلام. الكتل الثلاثة تمتلك قيم مختلفة، قد تكون متساوية أو غير متساوية، تمتلك محل تثبيت أو نقاط تثبيت مختلفة على طول البار هذا أو اللينك، وكل نقطة من هذه النقاط اللي هي A أو B و C اللي تعتبر مراكز الكتل أو الكتل نفسها، من الممكن أن تشترك بسرعة دورانية حول نقطة الدوران O ثلاث كتل. إذا هذا اللينك دار حول نقطة O يشتركون بسرعة واحدة وبإزاحة زاوية واحدة، لكن يختلفون بالسرعة الخطية اللي هي حقيقة سرعة مماسية، وكذلك بالإزاحات الخطية اللي هي أطوال الأقواس لكل من هاي النقاط أو الكتل. وبالتالي بالإمكان أنه هاي الكتل الثلاثة نمثلها بكتلة واحدة مكافئة، وهاي الكتلة المكافئة تسمى equivalent mass، وهاي الكتلة المكافئة بالإمكان وضعها في أي نقطة من النقاط سواء كانت A أو B أو C، لكن قيمة الكتلة المكافئة تختلف بحسب اختلاف الموقع بالرغم من ثبات قيم الكتل الثلاثة. وإذا نفترض ابتداء أنه موقع الكتلة المكافئة يوضع في النقطة A، أي أنه النقطة A اللي هي تمتلك سرعة قيمتها اكس واحد دوت راح تمثل السرعة المكافئة. فهاي الكتل الثلاثة اللي ام واحد وام اثنين وام ثلاث توضع بهذا المكان اللي هو نقطة A وتدعى بالكتلة المكافئة، وتمتلك سرعة ليست سرعة مختلفة بل سرعة واحدة، تدعى ممكن أن نسميها بالإكويفلنت سبيد أو فيلوسيتي، أو معروف قيمتها باعتبار النقطة أي معروف قيمة سرعتها، فقيمتها تكون أكس واحد دوت. هاي الكتل الثلاثة اللي هي تمتلك سرعة مختلفة، سرعة خطية مختلفة أكس واحد دوت أكس اثنين دوت أكس ثلاثة دوت،
إذا واحد سرعتهم وكتلتهم بمكان واحد يفترض أن نحصل على القيم المختلفة للسرع المتبقية اللي هي سرعة النقاط الأخرى ما عدا نقطة أي اللي قلنا نفترض سرعتها هي السرعة المكافئة اللي هي سرعة نقطة بي وسرعة نقطة سي نسبة إلى سرعة نقطة أي. أو بكلام آخر نجد قيم سرعة الكتل المختلفة التي ستنقل إلى نقطة تدعى بالنقطة المكافئة، سرع هذه النقاط تمثل بدلالة السرعة المكافئة، لا تساوي، أكرر، لا تساوي قيمة السرعة المكافئة، لكن تكتب بدلالة السرعة المكافئة. فسرعة النقطة 2 إذا أريد نوجد قيمتها بدلالة السرعة للنقطة أي اللي هي أكس واحد دوت راح تكون قيمتها بنسبة أبعاد النقطة بي ونقطة أي إلى النقطة أو، أو بكلام آخر نسبة سرعة أكس اثنين دوت إلى أكس واحد دوت كنسبة الطول ال2 إلى ال1، وال2 يمثل نقطة بي نسبة إلى أو، وال1 يمثل نقطة أي إلى أو. فإذا إذا أريد نكتبهم هاي القيم للسرعة، فأكس 2 دوت قيمتها أكس 1 دوت في نسبة الأطوال ال2 إلى ال1، هذا اللي يخص النقطة بي، واللي يخص النقطة C هذه هنا وهذه هنا قيمتها راح تكون اللي تمثل السرعة للنقطة C X3 دوت تساوي X1 دوت مضروبة في نسبة الأطوال X L3 إلى L1، أو إذا تريد تسميه X3 إلى X1 الموضوع يمك أنت حسب ما تريد تسميه. والإكوفيلنت سبيد هي إنه تثبت على أنه قيمتها نفس قيمة X1 دوت أو بموقع النقطة اللي راح تبقى بنفس المكان. هذا الكتل المتبقية اللي هي 2 و 3 راح تمتلك الواقع هي نفس السرعة مالتهم، الكتلة الثانية تمتلك سرعتها رقم 2 والثالثة تمتلك سرعتها X3 دوت، لكن كتابتها تكتب بما يكافئها من السرعة أو بدلالة السرعة أكس واحد دوت. ولغرض الحصول على الإكويفلنت ماس كقيمة ينحى أو يتبع أسلوب الطاقة الحركية للنظام هذا، ومن خلال هالأسلوب هذا بالإمكان الحصول على قيمة الكتلة المكافئة بدلالة المتغيرات وكذلك بدلالة البارامترز الموجودة بالنظام. الكاينتيك انرجي للنظام هذا قيمتها الكاينتيك انرجي للكتلة رقم واحد ومضاف لها للكتلة الثانية ومضاف لها للكتلة الثالثة، وللكتلة الأولى هي نصف الكتلة في مربع سرعتها، وللثانية نصف الكتلة الثانية مضروبة في مربع سرعتها، وبالنسبة للثالثة أيضا الكتلة في مربع سرعتها اللي أكس ثلاثة دوت مقسمة على اثنين، وهذا يمثل مجموع الطاقات الكامنة للأجزاء أو العناصر المختلفة المكونة لهذا النظام، واللي هي بالواقع تكون طاقة كامنة واحدة مثل ما موجود عندك بهاي العلاقة اللي هي رقم واحد. لو ناخذ الطاقة الحركية لهذا النظام بالشكل المكافئ، هنا بالشكل المكافئ اللي هو راح يكون عندك كتلة مكافئة وسرعة مكافئة، راح تكون قيمة الطاقة الحركية اللي المفروض تكون مكافئة لهذا النظام قيمتها الكتلة المكافئة مضروبة في مربع السرعة المكافئة مقسومة على 2،
فنفسها هذه الطاقة الحركية قيمتها نصف الكتلة المكافئة في مربع السرعة المكافئة. وإذا أريد تجري من أجل أنه تكون العملية واضحة، فتجري مساواة ما بين هذا المقدار وهذا المقدار، ومن بعد ما تبدل قيم اكس واحد دوت تبقى كما هي، اكس اثنين دوت تكتب بدلالة اكس واحد دوت، واكس ثلاثة دوت ايضا تكتب بدلالة الاكس واحد دوت، والاكس اثنين دوت قيمتها ال اثنين الى ال واحد في اكس واحد دوت، فتكون قيمة هذا المقدار، هذا المقدار اللي يخص الكتلة الثانية، نصف ام اثنين في اكس واحد دوت مقسومة على ال اثنين مثل ما موجود هنا، عفوا راح تكون قيمتها اكس واحد دوت في ال اثنين على ال واحد الكل تربيع. وكذلك هذه نصف ام رقم ثلاثة في اكس ثلاثة دوت تربيع، شو يصير؟ يصير اكس واحد دوت تربيع في ال ثلاثة تربيع على ال واحد تربيع، او تريد تكتبها ال ثلاثة على ال واحد تربيع، قضية تخصك ما بهم اي فرق. فش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك بهذا الجانب اكس واحد دوت تربيع، وهنا ايضا اكس واحد دوت تربيع، لكن اكو نسبة بعد بها ال اثنين تربيع على ال واحد تربيع، وهنا اكس ثلاثة راح تتحول الى ايضا اكس واحد دوت تربيع مضروبة في ال ثلاثة الى ال واحد تربيع، وهذا الجانب اللي هو يكون قيمته equivalent mass مضروبة ب equivalent velocity، والequivalent velocity اللي هي التربيع قيمتها نفسها اكس واحد دوت تربيع، فراح يكون عندك بالجانبين بالامكان اختصار النصف لان موجود بكل الحدود، كذلك الاكس وان دوت تربيع تقدر تختصرها، فيبقى عندك الإكويفلنت ماس قيمتها أم واحد مضاف لها أم اثنين في النسبة أل اثنين إلى أل واحد الكل تربيع، زائد أم ثلاثة في أل ثلاثة إلى أل واحد الكل تربيع، فهالمقدار هذا يمثل قيمة الكتلة المكافئة. أنا مكتوب لك طبعا، لكن مثل ما قلت لك بالبداية أنه هاي قيمة لا تمثل مجموع القيم للكتل الثلاث، بل تمثل قيمة تخيلية خيالية للكتل الثلاث، اللي كل كتلة من الكتل تمتلك سرعة تختلف عن الكتل البقية، لكن هاي الكتلة المكافئة كلها تمتلك سرعة واحدة أو تمثل بسرعة واحدة اللي هي السرعة رقم واحد أو سرعة النقطة أي. وإذا احتاج أنه تبدل موقع equivalent velocity أو تفترض مكان آخر لموقع الكتلة المكافئة، لنفترض في نقطة B أو نقطة C أو أي نقطة ثانية، مثلا في نقطة B، فنقطة B اللي هي رقم اثنين سرعتها اللي هي اكس اثنين دوت هي اللي ستمثل السرعة المكافئة، وسرعة النقطة اي تنسب او تكتب بدلالة سرعة رقم اثنين او نقطة بي، وكذلك سرعة النقطة سي تكتب بدلالة سرعة نقطة بي، فتكون سرعة نقطة اي قيمتها الواحد إلى ال2 في x2 دوت، الآن معكوسة القضية بالنسبة لنقطة A، وسرعة نقطة C راح تكون قيمتها ال3 مقسومة على ال2 في x2 دوت، وتكون هنا العلاقة اللي راح تكون equivalent mass قيمتها M2 فقط، يعني إذا افترضت أنه موقعها بال نقطة B أم اثنين فقط، ومضاف لها الأم واحد مضروب في ال واحد إلى ال اثنين الكل تربيع، زائد أم ثلاثة في ال ثلاثة إلى ال اثنين الكل تربيع. الحالة اللي أخذناها واللي درسناها
هي حالة مجموعة من الكتل تتحرك بحركة واحدة، من أقول بحركة واحدة شكل الحركة واحدة، حركة انتقالية دوران، انتقالية دورانين، لأن في بعض الأحيان دوران يكون انتقالية، في أحيان أخرى تكون غير انتقالية إذا الجسم يدور حول نفسه. فالكتل ثلاثتهم كلهم يتحركون بحركة واحدة دورانية انتقالية مرتبطة من خلال لينك، هذا اللينك يدور حول محور معين أو نقطة معينة، نقطة مفصلية حرة الحركة. وفي أحيان أخرى يصير عندك حركتين في نفس الوقت، اللي هم تكون عندك حركة انتقالية زائدا حركة دورانية مرتبطين بعضهم مع البعض الآخر، أي أنه الحركة الدورانية بشكل لا تدور بحركة تدور بنوع واحد، والحركة الانتقالية تتحرك بحركة خطية. فمثلا على سبيل المثال هذا الراك and pinion، قرص مسنن مع جريدة مسننة، وتطبيقاته هذه موجودة يعني مثلا على سبيل المثال بمقود بعض السيارات، ما أقول جميع أنواع السيارات، لكنهم مقود السيارة بعض أنواع السيارات مؤلف من أو مكون من هالترتيب الآلي، اللي هذا الترس المفروض يكون متصل مع المقود، وهذا الترس المستقيم اللي هو الجريدة المسننة متصل مع العجلات، طبعا أيضا عن طريق مجموعة من اللينكجز. والجريدة المسننة تمتلك كتلة قيمتها أم تتحرك بسرعة قيمتها أكس دوت، وهذا القرص المسنن ترس يدور بسرعة دورانية ثيتا دوت، يمتلك عزم قصور ذاتي جي نوت مثلا على سبيل المثال، وقطرة اللي يفترض أنه يكون البيتش راديوس أو بيتش دايمتر نصف قطرة R، هذا اللي يربط العلاقتين. موجود هنا نوعين من السرعة، سرعة خطية وسرعة دورانية. بالحالة الأولى كان نوع واحد اللي هو الثلاثة يمتلكون سرعة خطية، لكن كل سرعة تختلف عن الأخرى. هنا لا، سرعة خطية زائدا سرعة دورانية، وهذا التشكيلة أو هالنظام هذا بالإمكان إيجاد قيمة الكتلة المكافئة نسبة إلى الكتلة المتحركة بحركة خطية، أو نسبة إلى الكتلة المتحركة بحركة دورانية. فيكون عندك إما كتلة مكافئة أو inertia، moment of inertia مكافئ حسب ما أنت تريد ثبت اعتبار قيمة السرعة الدورانية هي اللي تمثل السرعة المكافئة. الحالة الأولى اللي هي ما يدعى بالإكويفلنت ترانسليشنال ماس، بأنه تعتبر السرعة الخطية هي السرعة المكافئة وتنسب البقية نسبة إلها. فأيضا تعتمد قيمة الطاقة الحركية للمجموعة، الطاقة الحركية راح تكون مؤلفة من جزئين، الجزء الأول يخص الكتلة المتحركة بحركة خطية، والجزء الثاني يخص الكتلة المتحركة بحركة دورانية. الجزء الأول يكون مقداره نصف الكتلة في مربع السرعة الخطية تربيع، يعني هاي اكس دوت تربيع في الكتلة على 2 نصف الكتلة في مربع السرعة، والثاني راح يكون مقدار الطاقة الكامنة نصف عزم القصور الذاتي جي نوت في مربع السرعة الدورانية. فهذا المجموع يمثل الآيتمز للطاقة الحركية، وهذا المقدار بالإمكان أن تكتبه بما يساويه بأنه
الطاقة الحركية تساوي الكتلة المكافئة في السرعة المكافئة تربيع. فإذا أريد نقول هذا المقدار هو نفسيته مساوي للطاقة الحركية المكافئة اللي هي كتلة مكافئة في مربع السرعة المكافئة طبعا على 2 هذا. فشو يفترض أنه كل حال العناصر الموجودة بها المعادلة، حدود المعادلة تكتب بدلالة الأكس دوت، واللي عناصر عندك أو الحدود هي عندك أكس دوت فقط، وتبقي هذا باعتبار هو اللي تعتبره كسرعة مكافئة، فقط الثيتا دوت. وأنتم تعرفون العلاقة ما بين السرعة الخطية، السرعة الدورانية شنو هو؟ السرعة الخطية اللي هي مماسية تساوي السرعة الدورانية في نصف قطر القرص بالنسبة للتروس، نصف القطر هو يفترض البيتش راديوس، أو قيمة السرعة الدورانية هي السرعة الخطية مقسومة على نصف القطر، فإكويفلنت فيلوسيتي هي اكس دوت، فبالتالي الثيتا دوت قيمتها الاكس دوت على الار، أو العكس إذا تريد اكس دوت هي الثيتا دوت بالار. فالكاناتيك انرجي هذه اللي هي موجودة بها العلاقة رقم 4، إذا تكتبها مرة ثانية راح تكون قيمتها الجانب الأيمن ام اكس دوت تربيع على 2، هذا يبقى على حاله، لكن الجانب الثاني نصف جي نوت، هذا باعتبار عزم القصور الذاتي في السرعة قيمتها كسرعة دورانية قيمتها اكس دوت على ار، كلها تربعها. وهذه تقدر قلنا تكتبها بدلالة الإكوفيلنت ماس في السرعة المكافئة، وقيمة السرعة المكافئة هي كتربيع قيمتها نفس الاكس دوت. وهنا تقدر تختصر النصف من كل الحدود، كذلك الأكس دوت تربيع من كل الحدود، فيبقى عندك الإكويفالنت ماس مساوي للكتلة مضاف لها عزم القصور الذاتي للقرص المسنن مقسوم على نصف القطر تربيع، هنا نصف القطر المؤثر اللي هو، لأن مثل ما تعرفون مجموعة من الأقطار أو أنصاف الأقطار نصف القطر pitch اللي هو تعتمد هنا بالعملية هذه. إذا تريد مرة ثانية تأخذ، نرجع للرسم، تعتمد السرعة الدورانية هي كequivalent velocity، والسرعة الأخرى اللي هي السرعة الخطية تكتب بدلالة السرعة الدورانية. فالكاناتيك انرجي ايضا راح تكون الكاناتيك انرجي للجزء الدوار اللي عرفنا قيمته، ومضاف له الكاناتيك انرجي للجزء المتحرك الراك هذه، وعرفنا قيمة الكاناتيك انرجي اللي هو نفس المقدار هذا. وهذا المقدار تكتبه مرة ثانية، لكنه باعتبار انه الثيتا دوت هي الاكويفالنت فيلوسيتي فتبقى على حالها، والأكس دوت هي اللي تبدل أو تكتب بدلالة الثيتا دوت، فالأكس دوت قيمتها الثيتا دوت بالآر، وبالتالي قيمة الكاناتيك إنرجي بالإمكان أن تكتب بهذه الصيغة اللي هي equivalent moment of inertia مضروب بالسرعة الدورانية تربيع اللي اعتبرناها equivalent، وهذا قيمتها نصف الكتلة في مربع سرعتها، ومربع سرعتها الواقع هي اكس دوت تربيع، لكن اكس دوت قلنا تكتب بدلالة الثيتا دوت، فتكون قيمة الاكس دوت تربيع ثيتا دوت في الار كلها تربيع، زائد النصف جي نوت ثيتا دوت تربيع، هاي ما تغير باعتبار انهم الاكوفيلنت فيلوسيتي نفسها الثيتا دوت. وهنا تقدر تختصر الثيتا دوت كتربيع، وكذلك النصف من كل الحدود، فيبقى عندك الإكوفيلنت مومنت إنيرشي يساوي الجي نوت اللي هو الخاص بجزء الدوار مومنت أوف إنيرشي للبينيون، ومضاف للكتلة في مربع نصف القطر للبينيون، والكتلة هذه للجريدة المسننة في نصف القطر آر
الخاص بها وقيمة الكتلة المكافئة. إذا كانت بدلالة المومنت أوف إنيرشيا راح تكون قيمتها جي نود زائدا أم آر تربيع. وبالواقع هذا المقدار هو لا يمثل مومنت أوف إنيرشيا واقعي، لكنه يمثل مومنت أوف إنيرشيا مكافئ يكتب بدلالة السرعة الدورانية. وكذلك ما يخص الكتلة المكافئة اللي هي ليست كتلة واقعية بل هي تخيلية خيالية تكتب بدلالة السرعة الخطية لكل الأجزاء المختلفة للراك والبنيون المكونة لها المنظومة الميكانيكية. مثال: find the equivalent mass of the system shown where the rigid link 1. rigid link 1 هنا مأشر rigid link 1 يمتلك كتلة قيمتها M1 rotates with pulley about O. ايش بي هذا؟ where the rigid link 1 is attached to the pulley and rotates with it. معناها نفتهم من هالكلام هذا، هذا البولي مثبت عليه هذا اللينك، وهذا اللينك يدور مع البولي بنفس الحركة الدورانية، وهذا البولي يدور حول نقطة أو فقط. وهنا من قايل الإكوفيلنت ماس يفترض أنه تعتمد السرعة لهذه الكتلة اللي هو الأكس. إذا تريد أنت يعجبك نقطة أخرى تأخذها، ممكن تأخذ نقطة أخرى أفرض أكس 2 دوت وتوجد قيمة الإكوفيلنت ماس نسبة إلها. وهذا الموضوع أنت ممكن أنه تحدده. فنجي إلى تفاصيل هذه المسألة. نعتمد أيضا موضوع الكانتيك إنرجي. فالكانتيك إنرجي قيمتها الكانتيك إنرجي لهذه الكتلة مضاف لها الكانتيك إنرجي لهذه البولي، و اللي تدور حركة دورانية تتحرك بحركة خطية، زائدا الكانتك إنرجي لهذا الجسم اللي هو مرتبط مع البولي مضاف إلى الكانتك إنرجي لهذا الجسم الآخر اللي هو كاتب عنه ريجيد لينك نمبر 2. وهذا اللينك رقم 1 يدور حول نقطة O بحركة دورانية، الريجيد 2 يدور أو يتحرك، الواقع لا يدور، يتحرك بحركة خطية باتجاه أكس 2 ومتصل مع هاي الأسطوانة اللي هي M sub C تمتلك نصف قطر R sub C. وهاي الأسطوانة تحرك بحركتين، يعني كاتب no slipping، فمعناها حركتين، حركة دورانية زائد حركة انتقالية. وبالتالي الطاقة الحركية الخاصة بها الأسطوانة راح تكون على قيمتي أنا، القيمة الأولى هي تجي من الحركة الانتقالية باعتبار سرعة مركز الأسطوانة، والثاني المقدار الثاني اللي هو يجي من الحركة الدورانية. فبالتالي من نجي نكتب الكانتك إنرجي راح تكون قيمتها الكتلة هذه مضروبة في مربع السرعة على 2 زائدا المومنت اوف انيرشيا لهذه البولي في مربع سرعتها الدورانيه على 2. ومن يفترض انه خلينا نكتبها او بالاساس بالسرعه الاساسيه زائدا المومنت اوف انيرشيا لهذا الريجيد بودي في مربع السرعه الدورانيه واللي هي نفس السرعه الدورانيه للبولي مضاف للكتله وليس المومنت اوف انيرشيا لهالجسم اللي حركته خطيه في مربع سرعته الخطيه مضاف له السرعة الخطية تربيع في كتلة هاي الأسطوانة على 2 مضاف له قلنا جزئين هذا عزم القصور الذاتي للأسطوانة في سرعتها الدورانية حول النقطة C حول السنتر مالتها. وبعدها تجي تقول سرعة دوران البولي هذه قيمتها سرعة حركة الجسم هذا x دوت مقسومة على نصف قطرها، أو ال x دوت يساوي الثيتا دوت في ال rp.
لكن إذا ترجعها إلى الأكس دوت فتكون السرعة الدورانية تكتب بدلالة الأكس دوت، فتكون قيمة الثيتا دوت قيمة الأكس دوت على الآر بي، وكذلك سرعة هذا الريجيد بودي رقم واحد اللي هو يدور حول نقطة O نفس السرعة الدورانية قيمة الثيتا دوت، وراح تكون قيمة الأكس دوت على الآر سب بي. هاي النقطة سرعتها الخطية قيمتها الثيتا دوت بالطول الواحد، والثيتا دوت قلنا قيمتها الاكس دوت على الار بي، بالتالي قيمه السرعه الخطيه للنقطه سي او هذا الجسم قيمتها الاكس دوت مقسومه على الار بي مضروب بايش؟ بالواحد. فراح تحصل على السرعه الخطيه لهذا الريجيد بودي اضافه الى الاسطوانه كحركه مركز، والسرعه الدورانيه ل هاي الأسطوانة قيمتها مثلا ثيتا الخاصة بها افرض ثيتا 2 قيمتها راح تكون السرعة الخطية هذه مقسومة على الار سب سي، والسرعة الخطية عرفناها هي الاكس دوت مقسومة على الار بي مضروبة بالال واحد، وهذا المقدار راح يكون مقسوم على الار سب سي، فتكون قيمة سرعة الأجزاء المختلفة كلها بدلالة الاكس. ونشوف مثل ما موجود هنا مكتوب، هذا يمثل المقدار، يمثل الطاقة الحركية للكتلة المتحركة بحركة أفقية، وهذا يمثل الطاقة الحركية للبولي، وهذا الثاني الطاقة الحركية لللينك رقم واحد الريجيد بادي رقم واحد، وهذا المقدار لللينك رقم اثنين اللي هو هذا. كل واحد مكتوب بسرعته الأولية الوصفة حتى لا يصير خطأ، والأخير هذا أو قبل الأخير المومنت أوف إنيرشيا للأسطوانة رقم سي بسرعته الدورانية تربيع طبعا مقسم على اثنين، وهنا نصف الكتلة لنفس الأسطوانة في مربع سرعتها، وتجي لأن تعتمد الأكس دوت فهذا يبقى على كإكويفالنت فيلوسيتي، فهذا راح يبقى على حالة، وهذا تكتبه بدلالة الأكس دوت، وقلنا الثيتا دوت قيمة الأكس دوت على الآر تي، فكلها يكون هذا تربيع لأنها الأساسية مربعة، وهذا المقدار أيضا نفس المقدار هذا تلاحظ أكس دوت على آر تي كل تربيع، لكن هذا شيء مثل هذا يمثل مومنت أوف إنيرشيا لهذا الجسم، المومنت أوف إنيرشيا لهذا الجسم اللي هو لينك رقم واحد اللي هو ريجيد لينك حول النقطة أو اللي هو ثلث الكتلة في مربع المسافة في مربع الطول تربيع أو في مربع الكتلة مالته في الطول تربيع على ثلاثة، وهذا يمثل الكتلة لللينك رقم اثنين في مربع السرعة مالته اللي قلنا اكس دوت على ار بي هي تمثل سي دوت دوت في الار واحد يمثل سرعة خطية، وهاي للأسطوانة عزم القصور الذاتي هذا بالنسبة للأسطوانة في السرعة الدورانية تربيع، والسرعة الدورانية هي نفس هذا المقدار لكنه مقسوم على الآر سب سي مالتها مقسوم على نصف القطر هذا، ومضاف لكتلة الأسطوانة في سرعتها الخطية اللي هذا المقدار هو نفس سرعة الريجيد لينك رقم اثنين، وهذا بالإمكان كتابته كله بما يكافئه بأنه قيمة الكانتيك إنرجي نصف الكتلة المكافئة في مربع السرعة، وهنا بالإمكان أنه إذا نفترض هذا الجانب الأيسر من المعادلة وهذا الجانب هذا البقية كلهم الجانب الأيمن المعادلة، فتقدر تختزل أو تختصر النصف من كل حدود المعادلة إضافة إلى الأكس تربيع يختزل من كل المعادلة، فيبقى عندك فقط الأم زائد جي سب بي في مقسوم في واحد على آر بي الكل تربيع مثل ما موجود هذا، والأم واحد في ال واحد على ثلاثة مقسوم على الآر بي تربيع، والأم اثنين على آر بي تربيع في ال واحد تربيع، والأم سب سي في الآر سب سي الكل تربيع على اثنين في ال1 على الار بي في الار سي، وهنا تقدر تختصر
الار سب سي مع هذا الار سب سي، فيبقى عندك فقط الار سب بي والال تربيعات، ومثل ما موجود هنا، وهذا المقدار اللي يمثل المقدار الاخير من او الحد الاخير، فيمثل كتلة الاسطوانة. فهذا المقدار كله يمثل، هذا المقدار يمثل الكتلة المكافئة لهذا النظام بدلالة تخلي ببالك، بدلالة السرعة الخطية للكتلة هذه الموجودة عندك بهالمكان هذا.